صحيح على اليمين سريعة منتر خطورة هرب راح للمرة الثانية على طول النور تصويب وصد الله 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 عليك يا ولد الله النجم التجولي يا النور يعمل عظمة ويعمل مهارة ويعمل لمة حلوة وتصويبة جميلة بقدم يسرى غير عادية ولكن صد وأي صد إبداع وأي إبداع من الكابتن حارس مرمى محمد فوزي يطير ويحط إيديه ويطلع كورته بره الملعب تعتبر ثالثة لفريق البنك الاهلي وهدف اكيد بيضيع ولكن ممتاز يا محمد يا فوزي ومهارة غير بقدم النور عرضية راسية والهدف جوه جول جوه جول الهدف الاول اسامة فيصل قلت لكم يا سادة هدف كبير خلاص رهيب لعيب غير عادي موجود قدام في الخط الامامي للبنك الاهلي ضربة ركنية ثم عرضية ثم ارتقاب وضربة الراس الصاروخية من اسامة فيصل يحطها جميلة على يمين محمد فوزي عشان البنك الاهلي يخطف الان الهدف الاول هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع من عمر الشوط الاول هذه الركنية ثم على طول عرضية ثم ارتقاء وضربة الراس الذهبية الغير عادية من موهبة مصرية متميزة جدا اسامة فيصل يسجل الان الهدف الخامس ليه في دوري نايل وهدف لافتتاح اليوم في لقاء البنك الاهلي امام الاسماعيلي في الجوله رقم 25 وحسن شاهين يطلع كورته عاليه تعدي نص الملعب الراسيه من مروان على الشمال ناحيه يعقوبو ساندا لمحمد هلال مره تلقى كره طوليه ليعقوب عاوز يعدي عدى فات من الخطوره اسحاق يعقوب عرضه لبره خطيره النور والهدف جوه جول جوه جول الهدف الثاني للبنك الاهلي بقدم النجم التوجولي يا النور يرفض الاحتفال بالهدف لان النور النهارده يسجل هدف في مرمى ناديه السابق نادي الاسماعيلي النور يرفض الاحتفال بتسجيله الهدف الثاني هدف التعزيز في الدقيقة 75 من عمر اللقاء هذه العادة مرة ثانية هذه المهارة وهذه الانطلاقة وهذه العرضية الساحرة الهدية الغير عادية بقدم نجم النجوم اللاعب الغاني اسحاق يعقوبو عدى وعمل جبهة يسرى من النار ويلعب عرضية ساحرة هدية لقدم النجم يا النور وعلى طول النور بخبرة السنين ومهارات وقدرات فنية وتهديفية غير عادية وبثقة وبأي ثقة يحطها روعة على شمال محمد فوزي عشان البنك يعملها تاني ويسجل هدف تاني وسط جماهيره فوز وحيد خارج الديار لما فاز على فرقه في اسكندرية في الدور التاني بهدفين مقابل لا شيء ده الفوز الوحيد للدرويش خارج الديار ولقى على ارضه فاز في خمسة البنك الاهلي على ارضه في الدوري المصري في هذا الموسم فاز في اربعة من اصل ستة فوز في هذا الموسم الفاول بقدم لسويب يلعب عرضية على راسه متابعة خطيرة دفاع متابعة عمر الساعي الساعي بلمسة خطيرة تعد وتسويب الهدف جوه جول جوه جول الهدف الاول بقدم إيريك تراوري البوركيني يزيد له قدام وعلى طول دربكة دفاعية موجودة في دفاعات البنك وتسويبة قوية على يمين حسن شاهين عشان الاسماعيلي يسجل الان الهدف الاول هدف تقليص الفهري في الدقيقة 80 من نهاية المباراة هذه العادة وهذه الدربكة الدفاعية ثم التصوبة الجميلة المية مية بقدم النجم إيريك تراوري الاسماعيلي واحد والبنك الاهلي اثنين هدف مشاهدينا في الدقيقة 80 من عمر اللقاب والهدف الثاني لتراوري في الدوري المصري في انمار على اليمين لمحمد مخلوف نص الملعب بالعرض عبد الرحمن الدح لسه مع الكرة الدح ضغط عالي من لاعب البنك وتحضير في نص الملعب للاعب الاسماعيلي خلاص دخلنا على اخر دقيقة اخر 60 ثانية متبقية خلاص على نهاية المباراة على يمين مخلوف محاولة هجومية بمهارة عدى مخلوف يلعب الكرة طلي خطير راسية حلوة من بسيوني تترد الترجمة تانية ورا
لمحمد دسوقي، دسوقي بلمسه بعرضه براسيه، لسه في خطوره، عمر الساعي تصويبه حلو، الهدف جوه، جول جوه، جول التعادل، التعادل، هدف التعادل القاتل بقدم نجم النجوم عمر الساعي، الساعي 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 يسجل الهدف القاتل، هدف الفرحه والسعاده لكل المحبين والعاشقين للدراويش، هدف 100 100 باقدام السيمفونيه، باقدام الموهبه المصريه عمر الساعي، يحطها فين؟ في الزاويه الصعبه المستحيله على يمين حسن شاهين عشان الاسماعيلي يسجل هدف التعادل في الدقيقه 6 بلس 90 من نهايه المباراه. رومونتادا، واي رومونتادا، عوده واي عوده، وبعد ما كان الاسماعيلي متاخر بهدفين مقابل لا شيء، باصرار وعزيمه الرجال.